ما شاء الله سمكة بحر مالح يا أمي، شكله حلو قوي. ولع البابور هنتغدوا سمك بحر مالح. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. ممكن اشرب الشاي مع عمي؟ جرحك طاب يا مهد. رصاصة طيشة. رصاصة حكم غدارة. ربنا نجاني. خذ قبل الشاي ده يا مهد. زي زمان يا عمي. اتطفح وبطل رطيات. يا سبحان الله يا سبحان الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. الله يجزيك أما اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. جيب شوي كمل. الله يجزيك أما دول قالوا لي ان كين هو اللي عايزك. انا اللي عايزك يا ليلي. ياه بقيت بتأمر وبتتحكم كمان؟ بقيت بأمر واتحكم واعمل كل اللي انا عايزه، واللي مش هختاره خلاص ملوش مكان عندي، هيبقى تحت رجلي. ولو لقيت عين بتبص عليا هعميها عشان انا بس اللي ابص. هو انت يا فارس هتتكبر عليا ولا ايه؟ وانا مالي انا ومالي الكلام ده؟ انا مش قلتلك تنسي فارس بتاع زمان ده خالص؟ فارس اللي عجنته وقلبته على النار مع خيبته وعبطه وصبره عشان أصب فارس في قالب جديد، قالب على مزاجي أنا بس. أنت عايز تبقى زيه. أوسخ منه بكتير. ده أنا تربيته. أنا راجع. أيوة راجع. الشر مش ممكن يموت، الغدر والخيانة مش ممكن يموتوا. حد ممكن يقول إن أبو هيبة مبسوط دلوقتي؟ حتى بعد ما رجعت ناس وحسبته طص. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ السكة لسه طويلة أوي. الشر مش ممكن يموت، الغدر والخيانة مش ممكن يموتوا، وأنا ابن الشر. من غيري
الراحة ملهاش طعم. أنا راجع. أنا راجع. تعرف يا منير، أنا من غيرك كنت هضيع. على رقبتي يا بنت عمي. أنت عمك بس منير؟ ده أنا أول مرة أحس إنك أكتر من ابن عمي. وأنا كمان أول مرة أشوفك بنت عمي. يعني إيه؟ يعني أنا ابن عمك وبس يا صافي، مش هو ده اللي أنت كنت عاوزاه؟ لا يا ماهر، أنا قصدي حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ يعني جت كده؟ بالزراير يعني ولا إيه؟ زراير إيه يا ماهر؟ ده أنا جاية أقول لك إن أنا أول مرة أحس إن أنا أول مرة أحس إن أول مرة أحس إنك أكتر من ابن عمي، فاهم؟ وما شفتنيش طول السنين اللي فاتت، كنت فين؟ ما حسيتيش بماهر وهو بيجري وراكي في كل حتة من غير أي فايدة؟ ما ينامش طول الليل عشان يقعد يدعي ربنا يخرجك من قلبه وما قدرش. ما حسيتيش بنار ابن عمك وهو بيسمع رصاصك في قلبه؟ كل ما يفتح لك صدره تخيه. سنين مغمضة عنيكي. بص يا صافي، أقول لك على حاجة. اللي أنقذك ابن عمك، لكن ماهر اللي بيحبك جابك. مش قلت لك سيبوني لوحدي؟